بمزيد من الخير والسلام مشاهدينا الكرام، نلتقيكم والبداية من أقصى الشرق الليبي، إذ قامت لجنة مشكلة من الاتحاد العام لكرة القدم باستلام أعمال ومتعلقات الاتحاد الفرعي طبرق من الرئيس السابق صلاح فؤاد وتسليمه إلى الرئيس الجديد إسماعيل الرحومة. وأكد رئيس اللجنة مصطفى العرضاوي في تصريحات له لموقع أخبار ليبيا 24 أن التسليم والاستلام كان بطريقة سلسة وبروح ودية. لازلنا مع أخبار كرة القدم، إذ فشلت صفقة انتقال اللاعب الليبي مهند بوعجيلة إلى فريق نادي الفيصل الأردني بعد أن رفضت إدارة نادي الهلال الرد على طلب إعارة اللاعب. وكان النادي الأردني قد تقدم بعرض رسمي مدته 24 ساعة للحصول على خدمات بوعجيلة للموسم الحالي، لكن النادي الليبي رفض التخلي عنها. أعلن الويفا الخميس أن مباراة ليجيا وارسو وريال مدريد المقرر إقامتها في 2 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا ستلعب بدون جمهور. وأصدر ليجيا وارسو بيانا رسميا حول هذه العقوبة التي اشتملت أيضا تغريم النادي مبلغ 80,000 يورو. جاء هذا القرار على خلفية الأحداث التي شهدها ملعب النادي البولندي في مباراته التي انتهت لصالح بيروسيا دورتموند الألمانية بسداسية نظيفة ضمن الجولة الأولى. في إسبانيا أعلن أتلتيكو مدريد غياب مدافعه الأوروغواياني دييغو جودين عن الملاعب نتيجة التواء حاد في كاحل قدمه اليسرى في مباراة فريقه مع بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات دوري الأبطال. وجاء في البيان الذي أصدره النادي بأن اللاعب الدولي أصيب بالتواء شديد في الرباط الداخلي لكاحل القدم اليسرى، ويرجح أن يغيب قائد كتيبة سيميوني عن مباراة فالنسيا الأحد في الليغا وعن مباراة الأوروغواي مع فنزويلا الأسبوع المقبل ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال روسيا. تقام السبت المباراة النهائية لكأس العالم لكرة الصالة في كالي الكولومبية التي تجمع المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الروسي. جاء تأهل الأرجنتين إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخها بفوزها على البرتغال 5 أهداف لهدفين في الدور النصف النهائي. افتتح التسجيل للأرجنتين كريستيانو بروتو بمجهود فردي رائع عندما رفع الكرة من فوق بيبي قبل أن يسددها نحو المرمى. ردت بعدها البرتغال بهدف جميل أيضا جاء بعد أن مرر برونو كويليو كرة متقنة باتجاه ريال الذي وضعها داخل الشباك. انتفض بعدها منتخب التانغو وأطلق العنان لنفسه بعد أن ضرب مرمى منافسه بقوة عندما سجل 3 أهداف متتالية عن طريق داميان ستازوني وألاميرو فابوراكي وأنم براندي. في الشوط الثاني أضاف ليانادرو كوتزولينو الهدف الخامس للأرجنتين قبل أن ترد البرتغال بهدف تقليص الفارق عن طريق تياغو بريتو. نهاية الجولة، في أمان الله.